مهرجان العالمين كل يوم في جديد، وعلشان الجديد في إطلاق الفيلم الرسمي لمهرجان العالمين، واللي بيعتبر الفيلم جزء من الجهود التنموية اللي بتبذلها المهرجان لدعم التنمية في مدينة العالمين وتحت إشراف القيادة السياسية. يركز الفيلم على التنمية في مدينة العالمين ودور المهرجان في دعم هذه الجهود التنموية. يتيح الفيلم الفرص للجميع ولكل الطبقات الاجتماعية ولجميع الأعمار، مما يعزز من مشروع بناء الإنسان الذي تتبناه الدولة المصرية. يعكس الفيلم رؤية تنموية شاملة ويعزز من مكانة المهرجان كحدث ثقافي رائد يدعم المسار التنموي للدولة. وللمزيد حول الفيلم الرسمي لمهرجان العالمين هينضم إلينا عبر الهاتف مخرج العمل الأستاذ أحمد فايز. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيك طبعا على شاشة القناة الأولى، وعايزين نتكلم عن فكرة وكواليس تحضيرات الفيلم الرسمي لمهرجان العالمين وإزاي جت الفكرة. والله هو كان الموضوع جالي من شركه يس بلس. الاساتذه كلموني انه في فكره عن حاجه لمهرجان العالمين فيلم. انا من زمان كان نفسي اعمل حاجه كده جدا، يعني من الدور اللي فات يمكن كنت بفكر انه لو عملنا حاجه تبقى حاجه شكلها عامل ازاي وحاجات كده. فتحمست للموضوع جدا. عملنا بعد كده جلسات تحضير مع الاساتذه في الشركه المتحده ومع اداره المهرجان مع استاذ قصواء الخلالي مدير المهرجان، علشان نشوف ايه اللي ممكن يطرح وايه اللي ممكن يتقدم بافضل شكل ممكن، يعني ويكون برضو من زاويه مختلفه شويه عن اللي تم تناوله قبل كده. احمد، عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا. هي كان في اماكن كتير جدا بيتصور فيها الفيلم، عايزين نعرف اهم هذه الاماكن اللي انت صورت فيها، وكمان اهم برضو الخطوات اللي تمت علشان تصور بهذا الشكل الرائع. بص حضرتك، هو من ساعة ما خدنا السكريبت من الأستاذ محمد عدلي مؤلف الفيلم اشتغلنا عليه علشان نحاول نطور أو نفلتر حاجات معينة. هو أستاذ محمد كان كاتب الفيلم بشكل كويس جدا، سكريبت قوي، في ليرز كده أو في ليفلز أو في مستويات، إنه إحنا بنشوف طبقة من الأولاد متوسطة في آخر سنة في الكلية، والأولاد دول من أماكن شبه حي الأسمرات، شبه أماكن مدن أو ريف في الصعيد، حاجات شبه كده، فهم طبقة متوسطة. علشان الرسالة في الآخر اللي إحنا عايزين نقول إنه أي حد يعرف يروح مهرجان العالمين، الموضوع مش مقتصر على فئة معينة واحدة أو مقتصر على طبقة واحدة، لا بالعكس، من جميع الفئات ومن جميع الأعمار. عشان كده كان التركيز على إنه بنجيب ناس من حي الأسمرات، وفي نفس الوقت بنعرض الإنجاز الكبير اللي تم في حي الأسمرات والتطوير الكبير اللي تم هناك. بنجيب ناس في قرية المعصرة في المنيا، وبنعرض الإنجاز الكبير اللي تم في تطوير قرية المعصرة عن طريق حياة كريمة المبادرة الرئاسية. كمان المواصلات اللي بيركبوها، بنعرض القطر الجديد، التطوير اللي حصل في محطة مصر، بنعرض الطرق والمحاور الجديدة اللي تم تنميتها في الصعيد. كل الحاجات دي مستويات كتيره جدا، لحد ما بنوصل في اخر في نهايه الفيلم زي ما بنقول دوره التاج، اللي هو مدينه العالمين الجديده، الصرح الكبير قوي ده اللي بقى مقصد كبير جدا لكل السياح سواء مصريين او غير مصريين. خد منك وقت قد ايه في تجهيز وكمان في الرساله وتصوير هذه الرساله؟ والله هو ايام التصوير الفعليه، خلي بالك برضو كمان من حاجه، احنا كنا بنصور والمهرجان اوريدي شغال، فكنا حريصين جدا انه يتم العمل باسرع وقت ممكن علشان نصور الفعاليات وفي نفس الوقت نلحق نعرض، ويكون لسه في اول مهرجان مش بعد كده. يعني بمناسبه الفعاليات يا احمد، احنا شفنا شوتس من داخل حفله تامر حسني للاولاد اللي كانوا رايحين بيحضروا الفعاليات في الفيلم. عايزين نعرف، اتكلمنا على الشوتات دي، هل كانت سهله ان انتوا تصوروا جوه الحفلة ومع جمهور حقيقي؟ بصي أنا هقول لك على حاجة، هو يعني بمناسبة سؤالك ده، أنا أحب جدا جدا إني أشكر الشركة المتحدة وأشكر شركة دي اس بلس المنتجين للعمل، لأنه حقيقي حقيقي الناس دي كانت شغالة معانا 24 ساعة، ما بيناموش زي ما إحنا ما بننامش علشان نطلع الشغل ده، وكانوا موفرين كل حاجة ممكنة. إحنا كنا عارفة المخرج دايما يقول لك إيه، أنا عايز وعايز وعايز وعايز، والإنتاج دايما بيحاول يلم شويه. لا انا الشركه المتحده، انا كنت اللي انا عايزه كنت بلاقيه في اي وقت. عايز اخش حفله تامر بخش حفله تامر، عايز اصور في قطر بصور في قطر، عايز اصور في الصعيد بصور في الصعيد. اي حاجه كنت بحتاجها كنت بلاقيها. عشان كده انا فعلا عايز اشكرهم جدا جدا، المتحده ودي اس بلس، على المجهود والدعم اللي هم عملوه ده. وده كان فعلا باين في العمل، ان فعلا كان في شطات مميزه جدا، والعمل طالع تصويره هايل، وفعلا في انتاج سخي في العمل.
حقيقي حقيقي جدا جدا. ما انا عشان كده استغلت سؤالك عشان اشكرهم، لانه زي ما انت بتقولي اخش حفله تامر واحط كاميرات واصور جمهور حقيقي، اخش القطر واصور في القطر بشكل حقيقي، احنا كل الحاجات مصوره حقيقيه، انا ما فيش حاجه عملتها ديكور او ما فيش حاجه اتبنت، كله حقيقي كله حقيقي. عشان كده يعني الحمد لله رب الشغل طالع زي ما انتم شايفين يعني، والحمد لله في اشاده بيه يعني. لا هي فعلا صوره هايله والفيلم رائع وقدم رساله فعلا هايله لكل جمهور الوطن العربي مش بس مصر او في العالمين، فعلا هي الرساله وصلت ان هو العالمين ومهرجان العالمين لكل الطبقات. بشكرك شكرا جزيلا المخرج احمد فايز، طبعا مخرج العمل الرائع وهو الفيلم الرسمي لمهرجان العالمين.